شعر رأس الإنسان بيبلغ عدده بين 100 ألف و150 ألف شعرة. بشكل طبيعي بيفقد الطفل 90 شعرة يومياً، بينما البالغ بيفقد بمعدل من 100 إلى 190 شعرة. شعرة واحدة من الإنسان ممكن توضح حقائق كتير عن بيئته وصحته وطريقة تغذيته. الشعر عنوان صحة وشخصية الإنسان ومظهره، وعلشان كده على مر العصور دايماً بيشغل فكر الناس رجالة وستات علاج مشاكل الشعر أو التفنن في تجميله. الشعر زينة المرأة وذروة شباب الرجل. أهلا بكم. الشعر فعلا زينة المرأة وبرضو يعني دلالة شباب الرجل. الشعر من الحاجات المهمة جدا، لكن خليني أقول لكم إحنا بنبهدل شعرنا يا جماعة. إحنا كمصريين والعرب كمان الحقيقة مهملين جدا في الشعر. ليه؟ أولا ملاحظ جدا الكلام ده برضو في بلاد معينة، مثلا في روسيا تلاقيهم برضو بيصبغوا الشعر كتير قوي قوي، صبغات غريبة وألوان عجيبة وبتاع. هنا في مصر للأسف الصبغات كترت جدا جدا، فده بيضر الشعراية المهمة جدا اللي هي بتتكون من أجزاء حساسة للغاية. كمان غير صبغ الشعر، الاستخدامات مجففات الشعر وأدوات الحاجات اللي هي ايه بيقولوا عليها بتنعم الشعر، مش عارف البيبي ليس، مش عارف الاستشوار، الحاجات ديت على فكره موجوده برضو بكثافه عندنا كبيره جدا. انا شايف وحاسس انها مش بره بالشكل ده. ليه؟ هتقولي طب انت يعني انا لما عشت بره شويه ما لقيتهمش قوي مهتمين بحته ان انا لازم اروح اعمل استشوار وبتاع والكلام ده كله. صعب عندهم الحكايه دي، مش سهله. في المناسبات يعملوها، لكن في غير كده عادي الشعر بيسيبوه طليق. غير كده الافلام السينمائيه يعني الثقافه برضو، انا ما روحتش امريكا ابدا بس بتفرج على السينما الامريكيه، ما لاقيش كتير حد واقف قدام الجايبين، حد واقف بالاستشوار عمال يشتغل ويعمل فورمه بشعره. هم طبعا طبيعه شعرهم كمان كده ناعمه مسترسله. احنا عندنا الشعر المجعد كتير، بس الشعر المجعد دوت قدامه ناس مش قابله حكايه التجعيده دي، فبتستخدم الاستشوار عمال على بطال، ففي الاخر بتقلب الشعر من شعر مجعد الى ما فيش شعر خالص. ما هو الاستشوار بيبوظه. كمان احنا عندنا حاله تهور موجوده في المصريين بقى جباره بقى، اللي هو ايه؟ تروح انت الكوافير بتاعك او اللي هو الحلاق بتاعك يعني، عشان خلينا بقى يعني اللي هو الباربر شوب يعني، فتلاقي الولد يقول لك بقى بشكل كده فيه من يعني من الجنان، ما تيجي اعمل لك يا باشا كرياتين، وبعدين شويه يقول لك لا مش انا هعمل لك بروتين، وشويه يقول لك لا ده انا غيروا الاسامي، ده انا هعمل لك حاجه جديده جدا في الشعر، خلطه دي بتاعتي انا بتاعت مستر اكس. البنات بقى اكثر تهورا. البنت تقول انا هخليهولك ايه؟ شايفه فلانه هي دي عامله عندي جباره، هعملهولك بقى البروتينه بقى وبتاع والكلام ده كله. البنت تتهور ثم تدفع الثمن غاليا جدا لانها مش هتصلعها. تخيلوا بنت صلعه، تقوم تقول يعني بنت صلعه زي مثلا حسن فايق الله يرحمه لا مش للدرجات دي، مش توصل بنت للدرجات دي، بس هتوصل لمرحله مخيفه. هتبقى يعني واحد يقول لي ده ما بشوفش بنت صلعه بيداره، بس طبعا ساعه الجد، ساعه الجد يعني ساعه ما تكون مع جوزها وساعه ما تكون في بيتها شعرها بيبان على الحال. وهنا ينبغي ان نقف امام ان الشعر الضربه فيه ما فيهاش معلش. دايما اقول ان التعوير في الوش ما فيهوش معلش، لا هرجع اقول برضو ان الضرب في الشعر وتبويض الشعر ما فيهوش معلش. تعالوا بقى نفهم الشعر بالتفصيل ونعرف الكلام ده من ضيف عزيز علينا جدا، اسم متميز للغايه في عالم الجلديه. طبعا الشعر جزء من الجلديه، والكوزمتولوجي ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور محمد السميلاوي استشاري الجلديه والتجميل بمستشفى الحوض المرصود وعضو الجمعيه الاوروبيه للجلديه والتجميل، الاسم المتميز صاحب المهاره الرائعه والعلم الغزير. نستمتع جدا بيه النهارده. اهلا بيك دكتور محمد. اهلا بيك دكتور. انا شايفك بتضحك ولا عمال لا خالص على فكره، بس هو انت يعني انا بس عايز اقول لك على حاجه، هي ممكن بنت توصل لمرحله الصلع تماما حسن فايق
بتاع الوبيشيا ارياتا دي. لا مش فكره الوبيشيا ارياتا بس من الحته اللي انت قلتها بتاعه ان هم بيستخدموا اساليب كتير ممكن تؤدي لكده. تمام. ممكن توصل لان ممكن توصل لمرحله حرق. ودي الفكره بقى. ممكن توصل لمرحله حرق والحرق ده هيضم بصيله الشعر فالشعر مش هيطلع اصلا. بس وانا بحكي الحاجات الكوميديه دي كان من المضحكات مبكيات انت كنت بالظبط فعلا يعني. قول لي الاسباب بقى ايه اللي وقع الشعر. بص انا هقول لك على حاجه الناس ما تنساهاش ابدا والناس كلها اللي بتتفرج علينا عايزه تهتم بشعرها او عايزه تعرف المشكله عندها في شعرها تحفظ معايا. هنحفظ بقى زي ايام ما كنا في الكليه وبنحفظ الملازم هنحفظ بقى. حلو تمام. رقم 3 نحفظ كلنا رقم 3. الشعاية بتطلع في 3 شهور كويس. بتمر بثلاث مراحل تمام. هنقسم اسبابها على 3 محاور والعلاجات على 3 محاور كويس تمام. طيب الشعاية اللي بتطلع في 3 شهور ديت تمام اللي ربنا سبحانه وتعالى منحها المده دي بتمر بثلاث مراحل اللي هي مرحله النشاط والثبات والنمو تمام. طيب لما اجي اقسم بقى الاسباب خد معايا براحه كده يا سبب ان سقوط الشعر هنا هو ظاهره لمرض داخلي زي واحد لا قدر الله عنده الغده او بعض الاحوال مع الناس اللي هم عندهم السكر او ما شابه تمام او نقص فيتامينات دي كلها هو هنا سقوط الشعر مش مرض هو هنا زي ما نقول كده ساين عرض ظاهر قدامي بس هو بيدي انديكيتور ان انا في عندي مشكله تانية داخليه تمام ماشي يا اما انا اللي باذي ده اللي انت قلته صح انا اللي اذيت انا اللي حطيت مواد مش كويسه انا اللي استخدمت بقى طبعا بمختلف المسميات ده في حاجات تانية اكتر من اللي انت قلتها بكتير البيبيليس والسيراميك والمكوى الكهرباء والمكوى اللي بتلف لا ده انا بسمع حاجات كتير على فكره تمام ايه السيراميك ده ما هي مكوه البيبيليس دي بيسموها المكوى السيراميك بس في بيبقى منها كبير وفي منها صغير ده ليها احجام انا على فكره يعني شفت حاجات منها غريبه وحراره عاليه جدا يا اما الحاجه الثالثه والمهمه عندنا وهي الصلع الوراثي ولنا هنا وقفه لان الصلع الوراثي ودايما بقولها لاي حد بيقعد قدامي الصلع الوراثي بعتبره زيه زي السكر والضغط ده كرونيك مزمن عايز تحافظ عايز تعالج هتفضل طول عمرك يا اما بتاخد ادويه بتعمل جلسات ايا ما كان الاسلوب لان انت لازم تحطه دايما اندر كنترول زي مريض السكر ايش حياته كويس جدا طول ما هو حاطط السكر اندر كنترول لانه في جين شغال بالظبط حتى الناس عندهم اعتقاد خاطئ يقول لك خلاص انا هسيبه لحد ما يقع فازرع ما حبيبي انت لو زرعت على فكره برضه هتاخد ادويه يعني الارض دي انا بقت بور تمام هقوم جايب الاسمده وابتدي ازرعها من اول وجديد وهيرجع الجين برضه ياثر عليه الهرمون هياثر عليه ده الشكل بتاع الصلع الوراثي ده الشكل يعني. بتاع الصلع الوراثي وموجود على فكره الصلع الوراثي موجود في الرجاله والستات يعني الشكل ده موجود في الرجاله والستات يمكن في الستات بيبقى ده برضو الصلع الوراثي في الستات ماشي اشهر جمله تسمعها في الصلع الوراثي هي ظهور الفراغات يقول لك انا ابتديت اشوف اللون الابيض ما بيحسش بسقوط الشعرية ذات نفسها قد ما بيحس بان الفراغات بتزيد هو الفراغات بتزيد ليه انا عندي فيه هرمون اسمه التستوستيرون ده هرمون موجود عند الراجل وعند الست تمام هرمون الذكور بالظبط هرمون الذكوره دوت بيتحول لحاجه اسمها دي اتش تي داي هيدرو تستوستيرون تمام بيتحول عن طريق انزيم اسمه 5 الفا ريدكتيز الانزيم دوت لما بيحول ويطلع الدي اتش تي بتروح تمسك في بصيله الشعر تقلل الغذاء هي بتقلل عليها الغذاء على مراحل فانت بتبتدي واحده واحده كانك طفل صغير بتمنع عنه التغذيه طب همنع عنه التغذيه يبتدي يبقى هزيل يضعف يكش. انا حجمي قل وحجم اللي جنبي قل فالمسافه اللي ما بيننا بانت انا لسه ما وقعتش تمام يبتدي بيطوق بيصرع عندي العمليه بتاعه سقوط الشعر فيبتدي الشعر يقع من فوق راس فهو ده بالمختصر يبقى احنا كده نقسم نرجع تاني للتقسيمه الثلاثه يا انت اللي بتاذي بنفسك يا انت السقوط اللي عندك دوت نتيجه حاجه تانية فعشان كده احنا بنطلب منهم انفستيجيشن وبنشوف بقى من اول صوره الدم وانت طالع تمام غده درقيه نشوف اذا كانت تحليلها فيه مشكله مهم جدا في انيميا هيبقى عليها طبعا الفيتامينز كتير بقى الزنك ودلوقتي المنتشر وحتى موجود الفيتامين دي طبعا ده الموضوع دوت يعني مهم جدا لان بيكتشف حالات كتير قوي على فكره احنا بقينا بنكتشفه بكثره بشكل غير طبيعي غير طبيعي فعلا الفيتامين دي موجود عند نسبه عاليه جدا من المصريين للاسف الشديد نقص الفيتامين دي موجود بنسبه كبيره جدا
ونقص الزنك موجود بنسبه كبيره جدا. كل الحاجات دي بتاثر على الشعر يا يعني امتى بقى وهو عمنا المزمن الصلع الوراثي اللي الناس بتخاف منه. لكن انا بقول لك دايما بقول له ايه، لازم هتصاحبه تصاحبه يعني دايما تبقى فاكره، هتبقى فاكره هتفتكر علاجك. ده المهم. هروح برضو لحته مهمه اسمها جفاف الشعر، شعر جاف. ايه بقى ايه الشعر الجاف؟ انك انت قلتها في مقدمتك، قلتها تمام. انت قلت ان في عندنا اللي هو الشعر الكيرلي او الشعر المجعد تمام. هي التجعيده ديت للناس اللي مش فاهمه، نحب نوضح لهم النقطه دي كويس قوي. التجعيده دي عباره عن انجل زاويه تمام. لما بتيجي بقى بالبيبي ليس او بالفرد بتفرد، انت بتفرد الزاويه دي لما فردتها اضعف جزء هو الجزء اللي انت فردته فبالتالي بقى ضعيف جدا يتقطم معاك ده جزء. نتيجه ان انا ابتدي اعمل بيبي ليس او ابتدي اعمل ازود الحراره على الشعر ذات نفسها، الغلاف ذات نفسه بيبتدي يتقصر، بيبتدي يحصل منه تاكل. في غلاف بروتيني طبيعي ربنا سبحانه وتعالى خلقه عشان يحمي الشعر، بيديها السمك بتاعها بيبتدي يتاكل. لما ده بيتاكل الاقي فيه اجزاء منه تبتدي تقع، ابتدي الاقي فيه هوكات كده تنتش. الهوكات ديت تبتدي تلاقي الاجزاء دي بقت ضعيفه في الشعرايه، بقت كمان الهوكي هو خطاف، خطافات كانه يقول لك الشعر قصف. التقصف ده هيبقى في اخر الشعرايه لكن على طول الشعرايه طول ما انت ماشي تلاقي هوكي تزقك ترجع. فبالتالي بقت الشعرايه هيفقدها، ده بقى المناظر بقى عندنا، ده النورمال اللي هي الشعرايه الطبيعيه شايفين متغطيه ومتغلفه وجميله ومقفله على نفسها الغلاف البروتيني بتاعها. لما تيجي تجف شويه تبتدي ايه الهوكات تبتدي تظهر لك ايه او الخطافات تبتدي تظهر في الصوره الثانيه ايه. لما يبتدي بقى اجزاء منها تتاكل يحصل دامج تدمير. احنا بنمر بكل المراحل دي على فكره وكلنا بنعمل نفس المشكله. سواء بتستخدم منتج مش سليم، الشامبوهات اللي مش سليمه اللي بيبقى محطوط عليها مواد الصلفه بكميات عاليه بتدمر الشعر. يا جماعه على فكره احنا بنستسهل قوي. يعني بتشوف في بعض الاماكن بتبيع الشامبو 500 مللي ويقول لك ب 10 جنيه، طب ده شامبو ازاي ده؟ ما هو البوتاس هو اللي موجود جواه مش موجود حاجه ثانيه. اللي والله ده بجد بنشوفهم فعلا ويقول لك لا. والجل اتفرج بقى على كميات الجل قد كده. الجل ده خطر جدا، الجل ده رهيب لان الجل بقى فيه مشكله ثانيه. الجل بيعمل عمليه امتصاص للميه بتاعه الشعر تمام. لما يمص الميه بتاعه الشعر، ما هي دي الشعر ديت زي الكائن الحي محتاجه ميه عشان محتاجه هواء، انت قفلت عليها الكلام ده وبيجففها بشكل كبير، جففت الشعرايه فبالتالي هتقطم معاك مش هتقدر تتحمل اللي انت بتعمله. هو يبتدي يستعملها في الاول تعدي معاه، بعد كده يوم التاني شهر التاني يجي يقول لك لا ده انا بستعمله طول عمري وما بيحصلش حاجه. حبيبي انت طول عمرك بتعمل مشكله غلط، طول عمرك بتعمل الغلط. انت مستغرب لان انت ظهر لك دلوقتي. هي العمليه بتبقى كوميونيتي تراكميه، هنراكم طبقات على بعضها، هنراكم مشاكل على بعضها. طيب هنروح للعلاج بقى. العلاج العلاج برضه هنقسم على ثلاث مرحلة. انا بحدد الحاله طبعا، لو في لو هي اصلا بسبب مرض تاني زي مثلا السكر او الغده لازم. وعلى فكره الحته دي مهمه قوي، يعني دكاتره كتير بتيجي في الحته دي وتبتدي تتعامل هي بنفسها مع الحاله. نفترض مثلا حاله غد، يبتدي يديله علاج هو. لا يا بابا مفيش حاجه اسمها كده، حول لدكتور البطنه. طبعا لو في هتخرب معاك. لا 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 دي حقيقه. لو في عندي مشكله في الهرمونات مثلا تمام، واحده عندها تكيسات على الموبايل ما بيحصل معاها تمام، حول لدكتور النساء. رقم اتنين ابتدي اشوف بقى عندي لو هو نتيجه صلع وراثي ابتدي افهمه. لازم اهم حاجه في الصلع الوراثي، يمكن حالات اكتر على فكره دي اكتر حالات بتاخد مني وقت وانا قاعد على المكتب مع الحاله، هي حاله الصلع الوراثي. لا بقعد اشرح له وافهمه ان انت لازم هتتعايش معاه وانك انت ما تزهقش لان المشكله عند المريض بيزهق. لو بنتكلم على البطنه، لو انا عندي مثلا بيبتيك ألسر فانا خدت دواء دلوقتي هرتاح خلاص هبقى انا مبسوط، لكن انا شايف نفسي في الماء فانا هكتئب نفسيا وسعره زياده تمام. فلازم تفهمه الحته ديت كويس قوي. نبتدي نستعمل له في بعض الاوقات بنحتاج ان احنا نستعمل علاج موضعي، بعض الاوقات بنحتاج بقى العلاجات الجديده. العلاجات الجديده ديت مختلفه بشكل كبير قوي
وبقى دلوقتي فيها تطور كبير. في عندنا حاجات كتير بما فيها طبعا عندنا في حاجه اسمها الليزر. ليزر لانبات الشعر وده غير ازاله الشعر. تمام. الليزر دوت بيبقى عباره زي كاب كده بيبقى فيه لمبات. انا بشرح بمنتهى البساطه اهوت للناس. لمبات اللمبه ديت ليد بتطلع اضاءه بموج طولي معين. ايوه ده اهو ظاهر قدامنا. اللمبات ديت كلها بتنور بتطلع الاضاءه بطول موج معين. تمام. طول الموج ده ضعيف قوي بالشكل اللي يساعد على انبات الشعر. تمام. بيبقى فيه ده بيبقى محتاج منه عدد جلسات بيبقى تقريبا جلستين كل اسبوع على مدار شهرين بس بيدينا نتيجه كويسه جدا. تمام. ده للناس بعض الحالات بتلجا له بيبقى النتائج بتاعته كويسه قوي. يبقى الشعر موضوع طويل يعني حياه. ما هو حياه فعلا يعني الشعر علم لوحده وطبعا ممكن جدا الانسان يحتاج في وقت من الاوقات لزراعه الشعر يبقى ده الحل الوحيد يعني. طيب. ما فيش خلاص يعني ما فيش بصيلات شعريه فنحتاج الى زراعه شعر. دي قصه تانية خالص دي جراحه. لكن خلي بالكم من شعركم ما تهملوش فيه قوي. بلاش بيبي ليس بلاش السيراميكا اللي حضرتك قلتها. معايا اسمها ماكو سيراميكا. والله العظيم والله اسمها سيراميك. سيراميك يا راجل يا طيب. لا ده خلي بالك في حته كمان بالنسبه للي هم بيعملوا الفرد الفورمالين كارسينوجينيك. فورمالين الفورمالين ده كنا احنا بنعرفه في سنه ثانيه طب. لا فولا مش كان بيتحط فيه بصص بنتحط فيه يعني في المشرحه مليانه فورمالين. مش عايزين نقول لكم عشان ما تخافوش وتنزعكوا وندخل نشم الفورمالين ده حاجه فظيعه جدا. ده ماده كارسينوجينيك ولازم نحط ايدينا في جوانتيات قبل ما نمد ايدنا وبتاع وكانت حاجه ولو شمته. وفي ناس انضرت جدا من الفورمالين ده جالهم مشاكل في الكبد. يعني كان اساتذه الاناتومي التشريح معرضين بسبب أيوة. الفورمالين. فانت هتحط فورمالين على راسك ده ما هيمتص وهتعرض نفسك لمشكله. المشكله ان هو بيتعرض لمشكلتين بقى هنا ان هو بيتعرض للفورمالين ان هو بيمتص. المشكله الثانيه ان هو الفورمالين لما بيتحرق بيشمه بياخده من ناحيتين حتى اللي شغال ذات نفسه وعينه. على فكره اللي انا بتكلم فيه ده على فكره حالات واتسجلت فعلا. طبعا. وهم ذات نفسهم لما بتسال الكوافيرات تسالهم تقول لك اه والله ده انا صدري تعبني ده انا رحت للدكتور ومش عارفين ايه السبب ده انا عيني على طول فيها التهاب. الف سلامه ليك. نورتنا يا دكتور. نورك يا دكتور. اسعدتنا بهذا الحوار الممتع جدا دكتور محمد السملاوي استشاري الجلديه والتجميل بمستشفى الحوض المرصود عضو الجمعيه الاوروبيه للجلديه والتجميل. حقيقه مستشفى الحوض المرصود من الصروح الكبيره جدا في مصر لازم نقدم لهم تحيه كبيره على تاريخ طويل جدا من العمل الدؤوب للتعامل مع حالات الجلديه. صرح كبير يعني مرجعيه كمان في الجلديه جبار. نورتنا. بنورك. خليكم دايما مع دكتور.